الشكشوكة النهاردة لذيذة قوي، بصل بس كتير، نزلوا لنا المقادير، موضوع بسيط، زيت او زبدة زي ما تحبوا اللي انتوا عايزينه. انا بصراحة ما لقيتش زبدة حواليا فحطيت بالزيت، الزبدة احلى والسمنة احلى. البصل علشان الشكشوكة تطلع حلوة، ودي بقى أكلة غدا أو يعني فطار مش سحور. طبعا لو عندنا عزومة سحور تبقى لذيذة قوي وشيك قوي وغنية قوي ومفيدة جدا جدا جدا. بصل شوية كتير بيخليها مسكرة ولذيذة جدا، والبصلاية تصفر. هقوم نازله بصلصه على البصلايه، طبعا ممكن يبقى طماطم. يلا بينا نحط الصلصه، نحط الخضار، ممكن يبقى فلفل وطماطم، وممكن تبقى الطماطم عصير زي ما تحبوا، وممكن من غير طماطم خالص ويبقى صلصة. بصوا بقى الخضار مع الصلصة كده، ننزل بالبتنجان المشوي في الفرن او معمول بالاير فراير. الحمص خطير يا جماعة مع الشكشوكة دي، تحفة. هننزل كده بشوية ملح، نتبل، فلفل، كزبرة ناشفة وكمون. وجبة غنية جدا جدا جدا، تمشي في السحور وتمشي في العشاء، وتحفة، هتعجبكم قوي. وطعم الشكشوكة دي لذيذ لذيذة مش طبيعية علشان البتنجان، فكل الناس اللي بتحب البتنجان زي هتنبسط قوي. نديها شوية مية كده عشان تعمل لنا صوص لذيذ. وهي بتعمل الصوص نقوم نازلين بالبيض علشان يستوي. بالشكل ده. ناخد الحمص كده على الوش مع البيض وهو بيستوي. وجبة كاملة متكاملة فيها كل حاجة مفيدة ولذيذة جدا. ودايما الناس بتسألني عزايم السحور نعمل فيها ايه مبتكر غير ال، انا محتاجة شوية بقدونس جارنش بس، ينفع؟ اذا فيه تعالوا نشيل ده كده، ناخد قرن فلفل من قرون الفلفل الحلوة اللي معانا دي، رهيبة بصراحة شكله حلو قوي. الخضار، ونهدي النار سنه صغنطوطه عشان الشكشوكه تستوي على وش البيض. بس ارش كده رشه فلفل لذيذه ورشه ملح كمان كده، وناخد الفلفل الحامي ده جبار ينزل على الشكشوكه بقى يوديها لنا في حته تانيه. نغطي عشان يستوي اسرع، ما عنديش مشكله ان هو ايه يغطي شويه بس عند الصوص. تمام اوكي، عايزه بس البيض يستوي. يلا هنحطها على النار تاني لما نختم. محتاجة تكة كمان، تكة بسيطة جدا للشكشوكة. يلا بينا يلا بينا.
اهو.